معلش الواحد بس بينقنق كده يعني شويه حاجات. يعني احنا قلنا بقى ايه بمناسبه انه زي ما كنت بحكي لكم موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، ايه هي الموسوعه دي؟ هي مشروع ممول من اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. حلو. طيب عندنا اتنين مؤلفين رئيسيين هم دكتور مجدي السيد ودكتوره نهال سامح، وبنعمل الموسوعه دي علشان نعمل عمليه رصد لتاريخ الاكل المصري، توثيق لعناصر الاكل المصري. الشيف جنة عبد الله منورانا من النوبه لحد القاهره. الله يبارك لك يا دكتور. منوره الدنيا. ربنا يخليك يا دكتور. عامله ايه؟ ربنا يبارك. الحمد لله رب العالمين. كله تمام؟ الحمد لله تمام والله. هتطبخ ايه بقى النهارده وانا بقزقز كده في التمر الحلو ده؟ النهارده هنعمل صنفين. هنعمل جلايا سوريد. جلايا سوريد. اسمه جلايا سوريد. ماشي. والجلايا اسم الطبخه نفسها. ماشي. سوريد دي بقى جايه من ايه؟ جايه من ان احنا بنسقي سوريد، يعني معناه بالنوبي اللي هو التسقيه. ماشي. بنسقي العيش بيه، فاحنا بنسميه جلايا سوريد. ماشي. اساس الاكله بالبيض. بالبيض ده هو الاساس بتاعه اللي طلعنا بيه، يعني اللي اتعلمناه من الكبار. حلو. بس اتطور بقى، ما يعني ممكن بنفضل مثلا نسيب البيض ونحط بداله فراخ، ممكن نلغي فراخ نحط بداله لحمه، فاتطورت شويه كده. عندنا يعني بقى مرونه نقدر نعمل اللي احنا يعني عايزين. هو البروتين اللي فيه بنغيره، ساعات فراخ ساعات لحمه ساعات بيض. طيب النهارده هنعمله بالفراخ. تعالي نبدا واحنا بندردش. نبدأ منين؟ نبدأ بقى من أول حاجة. أول حاجة نبدأ بقى نحط ال نحط نبدأ نحط البصل بتاعنا ونعمل الجلاية. عايزين أساعدك؟ أنا هدور على ال نجيب سكينة حلة على حلة أقطع حاجة محتاجة على حلة. ممكن في دي حلوة ماشية دي؟ تمشي. أوكي تمشي. عايزة البصل؟ الست نظيفة كده. هنا نشيل دي دلوقتي. لا زيت. زيت. أين الزيت؟ الزيت. ما عندناش شوية زيت على المشي كده ولا؟ أكيد أكيد هنلاقي. هنا مفيش زيت. لا. مفيش. فين الزيت يا أولاد؟ حد يسعفنا بالزيت. لا هنلاقي زيت، ما مش معقول. وانا شايف ان في ميه بس. ده واضح انه مش زيت. طيب على ما الطاسه تسخن يكون الزيت دخلنا. على ما الطاسه تسخن احنا بقى نعجن بقى الكابت بتاعنا عشان ايه؟ عشان يلحق يخمر. حلو. نحط الخميره والسكر. احنا هنحتاج بقى ايه؟ زيت ونص معلقه سكر. عايزين شويه زيت كويسين كده يا جماعه. دي مكرونه دي نص معلقه سكر. ايه ده؟ لا دي مقرمشات كده بتتعمل بعجاين. دي مكرونه نيه. انا عايزه كوبايه. كله بيتاكل كوبايه مثلا عشان بس اعرف اخد ال يا نهار ابيض. المكرونه دي حلوه قوي مع انها نيه. طب ما عايزين مش عايزين ناخد ميه، عايزين ناخد ميه نيه. محدش يقول لي بتاع حدف لك. عايزه كوبايه بس عشان اخد بيه شويه ميه دافيه. عايزين كوبايه. انا شايف هنا في ميه اهي. عايزه ميه دافيه من هنا. عايزين ميه دافيه من عشان هنا عشان يلحق بس يخمر بسرعه مسافتنا يعني. طيب يعني هل ممكن مثلا ناخدها من انا احاول اعمل نتصرف احنا حاجه بدل حاجه. ده سمنه اهي حتى كبشه كده قويطه. ماشي يا جميله جميله. لا ده انا قديم في المطابخ. لا والله صراحه يعني 100 100 بصرف نفسي على طول. دي سخنة جامد جدا. سخنة سخنة دي مش دافية. سخنة سخنة. نبردها شوية. نحط عليها هنا شوية مية سعين. اهو. تسلم يا دكتور تسلم. شكرا. بس. تحبي اسيح لك السمنه دي هنا؟ يا ريت اشغل لك الدنيا. لا ده انا موزل في الحاجات دي. مفيش معلقه. معلقه هنا. معلقه هنا؟ دي معلقه المارد دي. شيفة. معلقه كبيره دي. طول عمري من وانا صغير احب اقعد اعمل الحركه دي. طبعا الاكلات دي انا شاركت في تحضيرها مع تبع الموسوعه مع دكتور مجدي ودكتوره نهال. ماشي.
دي بقى أكلة يعني تقليدية جدا، حاجة جداً. من قديم القديم في اللغة. وهو أساسه هو بالبيض، أساسها البيض، أساسه يتعمل بالبيض. والله الناس مش عايزة بيض، عندنا فراخ، مش عايز فراخ في لحمة، في لحمة مفرومة مفيش مشكلة، بتبقى جميلة برضو قوي. يا بصل اوبا، بس لحظه محتاجين نتبله او حاجه؟ لا شويه لما يدبل، لسه لما يبدا يصفر يدبل ونحط له قطايه. ممكن ما بيحطوش، في ناس ما بتحطش، بس هي قطايه واحده بتعمل بتدي طعم احلى، يعني بتنكه الطعم شويه. قطايه بقى نقطعها؟ اهي ممكن اقطع القوطه ده، اهي متقطعه القوطه جاهزه، متقطعه القوطه. الله ده متقطعه ما شاء الله. وهنا احنا طفينا، لا دي اعلى، نخلي نجيب دي هنا ولا دي اللي اعلى؟ دي العاليه متهيألي. واحنا هنا حطينا ميه دافيه على الخميره بس عشان تشتغل الخميره، عشان الخميره تبدا تنشط، مسافه ما ده يخلص تكون خلصت هي. حلو جدا. ايه بقى التوابل اللي احنا بنستخدمها معانا؟ لا معنا هي بس الاساسيات، هو الملح والفلفل وشوربه. ما في شوربه ممكن نستغنى عنه، ونحط مثلا مكعب ناجي، نحط مكعب مرقه يغني. بس هو ده الاساس. ده سماء ده ولا ايه ده؟ تقريبا شكله كده. كركم بقى والحاجات دي، وشطه مطحونه وكاري. طبعا مش محتاجينهم دول. وده ايه ده بقى؟ شفت ده الابريه، ده بقى المشروب الرسمي بتاعنا احنا بتاع النوبيين. ده مشروب حلو جدا، فاكهه يعني. هي هو زي عامل زي الحلو مر كده، هو بيتخمر، العجينه نفسها بتتخمر 7 ايام. يعني احنا نخمر العجينه دي 7 ايام ماشي، ونخبزها طبعا ده قبل رمضان، ممكن بشهر ونص شهرين. 7 ايام ممكن، اللي هو الدره العوجه. عارف الدره اللي هي المدوره دي؟ طبعا. هي دي بتتعمل بيها، وحاجه بسيطه كده من الدره القمح العادي. مرة قريت انه عشان ننشط الخميرة نرش عليها سكر، صحيح الحكاية؟ نص معلقة سكر. حط لك سكر؟ حطيت. حطيتي؟ ما شاء الله. ده انا طلعت معلوماتي سليمة اهو. لا جدا. امال بيقولوا عليا، مطلعين عليا اشاعة ان انا ما بعرفش في الطبيخ ولا حاجة. مطلعين عليا اشاعة رهيبة. ازقز بقى، مش الشوربه بتاعت شوربه الفراخ. فين شوربه الفراخ يا ولاد؟ عندنا شوربه فراخ ولا لا؟ ما احنا فراخ مسلوقه، يبقى اكيد في عندنا شوربه. ما انا قلت لهم اعملوها نص سلقه بس، دي معروفه. سلقنا الفراخ اكيد، املى الاوضه ميه بقت شوربه على طول. ايوه ارمي الفرخه في الاوضه كده. هي عامه اكلاتنا كلها من البيئه كده، يعني انت عارف النوبيين كانوا اللي هي حته لوحدهم كده طبعا. وكانش في تواصل، كان صعب ان مثلا يروح البضايع بالبواخر ويجي. فما كانش، كانوا هم بيطلعوا اكلهم من البيئه نفسها، اللي بيزرعوه يربوه يستخدموه. هو ده بس الحاجات اللي كانت متوفره عندنا، النخيل طبعا. البلح بكميات، الثروه الحيوانيه طبعا كانت كتيره قوي اكيد، والسمك بحكم ان هم كانوا على النيل طبعا. دي كانت الحاجات الاساسيه اللي عندهم اللي عايشين عليها، مع الزرع بقى، الخضار اللي بيزرعوه. كل اكلاتنا هتلاقيه بقى من الزرع. يعني ورق اللوبيا مثلا نعمل منه ورق اللوبيا، مش اللوبيا نفسها، ورق البسله. ورق البسله، بسله نعمل ورق اللوبيا، نعمل منها حاجه. لا مش هي نفسها، اللي هو الورق نفسه، الورق ورق اللوبيا، نعمل منه حاجه اسمها كده كورتات جامده. دي ايه، زي الملوخيه مثلا بتطلع ولا ايه؟ شبهها. شبهها والله العظيم، ده احنا شعب عبقري. والملوخيه طبعا من القطر، يعني القطر عندنا رقم واحد، السفره عندنا رقم واحد. والاكله الثانيه اللي واخده خط القطر حب الناس ليها، يعني اللي هو الشعبيه الجامده، كابط باللبن. كابط باللبن، باللبن. ده ما حدش يعترض عليه. فين شوربه الفراخ يا جماعه؟ امال احنا سلقنا الفراخ دي، ما فيش عندنا شوربه. هنستخدم ماجي؟ ماشي. شربوا الشوربه الظالم من ورايا ولا ايه؟ طب احنا نحط الاول ايه؟ القطايه دي. نحط القطه في النوبه، يقولوا قطه ولا طماطم؟ الاثنين. الاثنين اصلا. انا اقول قطه. الاقي عيال صحابي بيتريقوا عليا من وانا صغير، يقولي اسمها طماطم.
انا بقول قوطه. لا احنا نقول الاثنين. هو متهيألي كان طماطم، بس احنا بحكم ان احنا بدأنا نعاشر هنا مصروة ونعاشر من اسكندرية، فبقى كله معانا، فكان كله متاح لينا. انا اعتقد دي لو اتبلت كده بصل وقوطه والتسبيكه دي تتغمس بالعيش تطلع حلوه برضه. هو بالبيض بيبقى قريب قوي من الشكشوكه، بس احنا بنزود لها شوربه ونسقي بيه القابط. الريحه مذهله مذهله. ما حد جهز عيشك، طماطم تدبل بس. مفيش ميه. ايه ده؟ انا بحب ال ازق حاجه كده اهو، ازقها لكم هنا اهو. ده ملح. ماشي، بس عشان نعجن اهو. ريحه التسبيكه مذهله قاتله. أنا سرحت مع التسبيكة دي والله. هو المفروض إن البقوطة تدبل خالص، فإحنا نساعدها كده. طبعا ده اللي هو يعني ده بقى القيمة، لا قيمة غذائية فظيعة يعني، دي اللي هو الحلبة مع القمح. حلبة وقمح مجروش. حلبة وقمح ويتحلى بقى. حلى بالسكر طبعا. ده النوبيين كانوا بياكلوه متهيألي في الايام الشتاء الجامده. يدي طاقه. يدي طاقه. حط عليه زبيب بقى ولا حاجه. حط عليه تمر. لا ما كانش، لا ما كانش تمر. هم كان عندهم العجوه كتير. علشان النخيل. بيض بالعجوه. العجوه هم يعملوها في البيت يصنعوها. بيض بالعجوه ده حدوته. بيض بالعجوه من الاكلات الاساسيه على فكره، اللي هو البيض بالعجوه ده حدوته ده، بس ايه امبراطور زياده الوزن. الراجل ده ما بياكلش بيض بالعجوه، خافس كده وسفيف ده. حطينا الفراخ. زمان بروح اكل عند واحد يقعد يطبخ الاكل طازه بطازه للزباين، ودايما على اللي يصلي على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. ما يتكلمش غير يقول على فكره يعني. هو طبعا دلوقتي ما فيش الكلام ده، بس انا في الاساس بالنسبه للنوبيين كانوا بيخبزوا الخبزه دي طازه بطازه على طول، يعني ثلاث مرات في اليوم يخبزوا. طب وايه بطلوا؟ لا دلوقتي بقى يعملوا الحاجات الجديدة بقى؟ بالأسبوع بيخبزوا. أيوه. بس بيقعدوا عليها كتير يعني. يعني يقعدوا ممكن تلات أربع أيام خبيز، تلات أربع أيام. اللي هو كل اللي كان طقة بطقة ده لا بطلوه. مفيش بقى. خلاص هي مرة في الأسبوع. وكده نبوس إيدينا وش وضهر. كل تلات أربع أيام. كله اتشغل. أيوه. نقعد بقى يعني نسيب الفراخ بقى هنا كده تتشرب من التسبيكة دي؟ طبعًا. نديها بقى شوية ملح. أعمل لكم الحركة بتاعت كده، اقلب الفرخة في الهواء نزلها تاني دي. نحط له بقى شوية ملح كده. أدي فلفل أسود. يبقى إحنا حطينا البصل يدبل شوية مع السمنة، وبعد كده حطينا القوطة. وبعد كده لما القوطة بدأت تدبل حطينا الفراخ المسلوقة. بما إن بقى ما عندناش الشوربة. مفيش بقى معانا مرقة، فهنحط بقى المكعب مرقة دجاج. جامدة أوي. يدي طعم. طبعًا. هل بقى هنزود لها ميه او حاجه ولا ما نزودش؟ لا نزود. امال هنسقيها ازاي في العيش؟ بس تبقى ميه سخنه، ما نحطلهاش ميه بارده، صح؟ لا عادي ما تفرقش. عادي ما فيهاش مشكله. اللي هو ده بقى عجينه القابض اللي هنعمله. دي العجينه. احنا بقى هنا حطينا هو بقى اتقل الكريب شويه.
سنة الخميرة مع نص معلقة خميرة سكر، خميرة نص معلقة سكر، خمرت شوية فزودنا مية وحطينا ملح ودقيق، نحط لحد ما يبقى القوام بتاعها كده كده. ايوه اوكي، تبقى خفيفة ولا تبقى يعني للناس عشان تعرف تظبط اتقل من الكريب شوية، نقرب لهم المسافة. انا اقعد اضرب لك دي على ما تنقذي دي. هي دي خلاص كده ايه خبر. انا في يوم من الايام لو تخليت عن برامج التوك شو اكيد هعمل برنامج اكل، بس ايه بقى طريقتي هتبقى مختلفه جدا، مفيش استوديوهات، هلف بقى تلف المدن اكلات مختلفه. ده انا امل حياتي اعمل برنامج عن الاكلات المصريه بتاعت بقى مش بس كل محافظه، ده كل مدينه يبقى لها ساعات ليها حته كده يقول لك مش عارف اعمل كذا حط كذا زود كذا، بتيجي في البيئه بتاعتها بتبقى في حاجه مختلفه بياخدوها من البيئه طبيعيه. والله قلت لازم اعمل برنامج زي كده، اذا ربنا مد في عمري لرمضان اللي جاي بقى ان شاء الله رمضان الجاي اعمل برنامج الاكل ده. هي دي شغاله؟ لا اسيب الاكل ايه، عمال يقول لي سيبها. جماعه الاكل ثقافه، لازم نبقى فاهمين ده، يعني الموسوعة اللي معمولة دي معمولة لتوثيق الأكل التراثي المصري. طب عارفة ده أنا سمعت بقى حاجة غريبة قوي. سمعت إنه يعني كان إن إحنا كان عندنا أكلة زمان اسمها التفاحية، لحمة بالتفاح. ده اللي هما فين بقى دول؟ في القاهرة. آه. قعدت بقى أنا أدور على أصل التفاحية دي لحد ما عرفت إنها ظهرت في العصر المملوكي. ان المماليك اكثروا من زراعه اشجار التفاح، فبداوا ياخدوا التفاح ده ويطبخوه مع اللحمه، بس لسه ما جربتش الاكل. واحنا فاضل لنا قد ايه تفاح مع اللحمه؟ غريبه قوي. لازم نختم حالا، امال هنعمل الاكل ازاي؟ ايه ده احنا ما لحقناش، يعني احنا نسيب الاكل يستوي؟ حاضر هنسيب الاكل يستوي عشان انتوا تاكلوه، يعني انا هكمل هنا عشان انتوا تاكلوا. حاضر. بصوا احنا لا ده انا عامل شغل عالي قوي، هو انا مش فاهمه انا اللي شغاله ده شغل. اهو اهو بص القوام. تسلم ايدك، انفع جميلة. مساعد لا مساعد ده انت شايف يا رب يخليك لينا يا رب. طيب انا هكمل انا ضرب في الاكل كده. ده مش شغال على فكره، مش عايز او في العجينه البوتاجاز. بصوا يا جماعه انا هخلي دلوقتي شيف جنة هتقول لنا الحاجات اللي احنا بنعملها كلها مع بعضها كده مرة واحدة، وهنكمل احنا سوا ونترككم احنا بقى مع التترات. احنا بقى قلنا الاكل هنا اسمها ايه؟ ده جلايا سوريد. جلايا سوريد. والحلو بتاعنا كرم الشوربة. كرم الشوربة. والمشروب وده المشروب الرسمي بتاع النوبيين اللي هو أبريه. أبريه. وده هو أبريه برضو، بس دي معمولة بفواكه، فواكه متنوعة. فيها موز باين، موز وفراولة، فراولة جوافة وبرتقال وعصير ليمون، ودي معمولة بقمردين وزبيب وبرتقال. يا سعراتك رائع. تسلم ايدك، انا مكمل معاكي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، رمضان كريم، الله اكرم، نقابلكم السبت الجاي ان شاء الله. انا مكمل مع الشيف جنة، توكلتوا على الله. بالنوبي بقى افيالوجو. بالنوبي هنقول ايه؟ افيالوجو. افيالوجو يعني سلامات. سلام عليكم. سلام عليكم افيالوجو. الى اللقاء. Thank you.